فريق برنامج الثمرة كان له زيارة خاصة لمزارع فلفل الألوان بطريق مصر اسكندرية الصحراوي، وقابلنا كبار مزارعي الفلفل وتعرفنا منهم على طرق الزراعة وتسويق المحصول سواء بالأسواق المحلية أو الصادرات للخارج. النهاردة زراعات الفلفل الألوان في مصر بتعتبر من الزراعات اللي بدأت تنتشر بشكل كبير وزادت الاستثمارات في زراعتها. وخلال زيارتنا شفنا طرق الزراعة في محميات الصوب والتعامل مع محصول الفلفل بشكل دقيق، وشفنا أهم الأصناف المنتجة سواء الفلفل الأحمر أو الأصفر، خاصة الأصناف التصديرية. ومن المعروف إن فلفل الألوان من المحاصيل الأساسية للمستهلك في السوق الأوروبي. الظروف البيئية في مصر النهاردة بتساعد على نجاح زراعات الفلفل الألوان، سواء من خلال نمو النبات وعقد الثمار بصورة جيدة والحصول على منتج عالي الجودة ذو مواصفات تصديرية جيدة أو للأسواق المحلية. الحاج رشد عبد القادر احد كبار مزارع الفلفل، اهلا بيك. يا اهلا وسهلا. قول لي بقى حكايتك مع فلفل الالوان ده ايه بقى؟ والله دي حكايه قديمه، يعني بدات يمكن من 10 15 سنه بنزرع والارزاء على الله. يعني ده خدنا مجال الفلفل ان احنا نزرع فلفل الالوان، وهو مكلف في الايام الحاليه يعني عشان خاطر ارتفاع الاسعار بالنسبه للاسمده والاراضي والري تمام. طب انا لو قلت لك يا حاج رشدي انا دلوقتي عايز ازرع فلفل في صوبه زي كده، تكلف كام؟ قول لي بقى التكلفه من بدايه الزراعه. والله هو حضرتك لو حضرتك شايف الوضع قدام منك، احنا بناخد الصوبه كده على حسب الفدان. لو يعني مثلا حضرتك الصوبه اللي قدامك دي 2 فدان، تمام، بناخد الارض فاضيه كده على هذا الوضع بالخشب الرئيسي بالشادونيت بارض فاضيه مسطحه ب 40,000 للفدان. 40,000 فدان في السنه، ارض فاضيه. ارض فاضيه. تمام. في السنه. تسوبه زي ديت كده متكلفها فدانين بس 80,000 ايجار ارض. فشوف حضرتك بقى مثلا بعد كده بيجي لك خشب اضافي، شبكه ري للري النباتات، تكلفه النبات نفسه الشتلايه الواحده حضرتك بتعدل يعني فيما تعادل 5 جنيه 5 وربع بالنسبه لسعر النبات الواحد. يعني أنا أقول الفدان من الزراعة للحصاد يكلف كام؟ هو حضرتك يعني أنا صوبة زي ديت كده دلوقتي متكلفة حوالي أكتر من 320 أو 330,000 ده بالنسبة للفدان. بالنسبة ولسه ما جمعناش ثمرة. لسه ما جمعناش ثمرة. طب الفدان يعني بيجيب معاك قد إيه بقى؟ يعني ولسه ما اندفعش إيجارها كامل يعني حضرتك كمان. الفدان بيجيبها مع يجيب كام بقى أنت جايبها؟ ما تقدرش تحسبها لأن حضرتك السوق مثلا يوم عالي ويوم واطي، في تصدير مفيش تصدير، يعني مش حسابيه بالظبط. يعني مثلا مش شركه، انا راجل فلاح عادي، مش شركه بقى بحسب الصادر والوارد كده يعني. طيب احنا عايز اعرف ايه الفرق بين الفلفل بقى الاحمر والاصفر ده؟ ده لي شغله وده لي شغله. دي اصناف. دي اصناف. يعني احنا بنتعامل في الصنفين اللي هم اللونين دولك اللي هم كل صنف مميزات ليهم رغباتهم في السوق، يعني مطلوبين. هم المطلوبين في السوق، هم في نسبة سكري عالية، في سكري هو شوية بالنسبة للفلفل الأصفر، ومطلوب يعني بالنسبة للناس اللي بتاخده بقى الفنادق مطاعم كده يعني. طيب من بداية الزراعة يعني حتى الحصاد بياخد قد يوم عشان احصد مثلا الثمرة دي؟ هو حضرتك بالنسبة للفلفل انتاجيته بتبدأ من حوالي من 7 شهور او 8 شهور جمع. تمام. ماشي. غير ان هو بياخد له حوالي شهر او شهر ونص في الانبات، شهر ونص في الانبات من شات من بذرة لشكل ان انا احطها في الارض. تمام. بياخد له حوالي برضو 3 اشهر في بداية الموسم عشان ري وتسميد ورش وحاجات كتير علشان نبدا اقطف منه اول دور. بالنسبه للتسميد طيب والري تكاليف عاليه؟ طبعا التكاليف عاليه، بس ان الله المستعان يعني ما فيش شغل غير كده يعني هو أنا ده اقدر اقول مثلا النهارده الفدان يحقق لي ربح يعني بعد المصاريف الكبيره دي، اقول مثلا انا خلاص انا حقق عمليه الربح ديت بقى ارزاق. هو رزق من عند الله، يعني انت بتعمل اللي عليك
سواء السوق بقى عالي نازل، ده بتاع ربنا، انت بتعمل اللي عليك. لا يمكن هتشوف الزرع قدام منك طالب منك تسميد وما بيجيبش اسعار وهتمنع عنه التسميد. بس ده انا شايف ان هو محصول يعني بيسوق نفسه. ما هو حضرتك ده لسه شباب، لسه ما اتقطفش. ده لسه ما اتقطفش، لسه ده يعني قدام حضرتك كده، دي ثمره جايه من عود شباب لسه. لسه ما مشيش عليه، يعني هو بقاله في الارض دلوقتي بحوالي 3 شهور ونص او 3 شهور. طيب بالنسبه للتسويق احنا بنسوق ازاي المحصول بقى؟ بندي تجار، احنا بننزل السوق؟ لا بننزل بيه السوق. بتيجي بنطلعوه في كراتين من هنا كده مغلفه مفروز، بيبقى مغسول نظيف، مرشوش رش ميه قبل ما يطلع السوق، بنرشوه ميه يعني قبل الجمع بيوم كده، بنرش الزرع كله بميه عشان يطلع من عندنا ارض معلش تراب، معلش اثار تسميد، معلش اثار رش اي مبيدات. بس ده حضرتك يعني، وزي ما انت شايف ان جوده الثمره قدامك يعني بتدل على كده. بس ده اورجانيك صح؟ الفلفل على فكره من اكتر الشحنات اللي بتكون فيها متبقيات مبيدات. ما هو انا بقى لو في على حسب، في شركات بتتعاقد ان هياخد منك المحصول، تمام، فبيلزمك بشيء معين للرش الفطري او الحشري، يعني انت ما بتصرفش من دماغك. الشركات مثلا، انا لو شركه قطاع خاص او عام دلوقتي مثلا ومطالب ان انا هصدر الزرع بتاعي، فبتيجي الشركه بتتعاقد معايا من هو بيزرع، من هو لسه شكله، بتقول لي سمد ايه، وبتقول لي يعني رش ايه، في انواع معينه للرش، في انواع معينه للتسميد طبعا عشان مش رش وخلاص. لكن بالنسبه لنا احنا دلوقتي كتسويق محلي بنرش، انت شايف الجو ملوث طبعا، من ذبابه للمن لعنكبوت لامراض فطريه كتصدير. احنا بنصدر المحصول ده، يعني انا شايف ان الثمره النهارده اورجانيك، تمام، مكتمله كل شروط التصدير، تمام، احنا بنصدر، تمام. اجراءات يعني انت بتاخدها ازاي، بتصدر ازاي، ولا بتعمل ازاي في السوق بقى؟ مثلا اذا كان حضرتك في ناس بتيجي مثلا بتقول لك احنا عايزين مثلا 5 طن او 10 طن تصدير، بتيجي مثلا الناس بتوع التصدير دولك يفرزوا عندنا الزرع من هنا، واحنا بنجمع ايام الحصاد بنجمع المحصول وبنحطه على مفرش بلاستيك كبير ونقعد نفرز بقى. الشركة بتيجي تفرز بقى اللي هي هتاخده ليها تصدير. المتبقي من الفرز بيبقى للسوق المحلي. مش اي حد بس بيقطف الثمره دي او الفلفل، لا ده بتعوز قطف معين، بتبقى فيه مقصات للجمع، بينزل يترص كويس عشان خاطر الكرتونه كمان عشان ما يتكسرش، وبتتسلفن بعد الحصاد. الفلفلات دي تستحمل كام يوم لو انا هصدرها، لو عن طريق السوق المحلي؟ لا هي عامه عمرها كله، يعني عشان اصدرها يعني عن طريق البري يعني لازم اكون قاطف الثمره مش مكتمله، مش مكتمله اللون، يعني تراوح لونها ما بين مثلا 80-90% من اللون بتاعها الاساسي، على اساس ان هي لو هتتصدر بتمشي عن طريق البري او كده بحري، هتاخد لها مثلا 3-4 ايام او اكتر او اقل، فلازم يعني تجيبها مش مكتملة اللون.